تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونعرف رأي الناس في الشارع عن موضوع فقرة سكوب النهاردة ونرجع نكمل معاكم. السوشيال ميديا مش محكمة طبعا، معلاش رقابة عالية جدا. المفروض نحجم السوشيال ميديا طبعا. مش اي حد يكتب اي بوست، اي حد بيكتب اي بوست كده بيسبب اشاعه كبيره من غير ما يتاكد من صحته. هم تقريبا هم اللي بيفتكسوها يعني ديت. يعني مثلا واحد مثلا ممثل او اعلامي مثلا الف المشاهدات وبتاع، فبيعمل ضجه اعلاميه مش اكتر، اللي هو بحيث ان كله يعلى ياخد الترند، فولور بتاع، معجبين، ده كله بس مش اكتر. انا موقع بنزل اشاعه اخبط واحد مشهور عشان اكسب فلوس، عشان الناس يعني هتقعد بقى تخش ايه ده فلان الفلاني عمل كذا كذا. ما في ناس عايزه تشهر، ناس بتشهر لما بالاشاعات مثلا. دلوقتي اليوتيوب او اي موقع يعني على النت، فاحنا بنطلع اي فيديو او اي اشاعه علشان نكسب فلوس او نربح منها فلوس عامه، ده في البدايه يعني. فمش كل حاجه صدقها على السوشيال ميديا. هي احيانا مش على طول يعني، لو بصدقها مثلا بصدق على حسب مثلا الصفحات الكتير، او لو لقيت نفس الكلام متشابه يعني. وما بصدقش مثلا لو لقيت مثلا صفحه واحده او قايلين حاجه ما تصدقش. بس السوشيال ميديا عامه بيطلع فيه حاجات صح حاجات غلط، فيعني هو المفروض ان ده اللي بيحصل على طول، مش حاجه جديده يعني. ممكن يكون حد من الناس اللي هم بينزلوا في السوشيال ميديا بيحب ياخد لايكات ياما على السوشيال ميديا، بينزل اخبار غلط، بينزل حاجات مش صح. فالواحد لازم برضه يتحرى الدقه ان هو ايه يشوف الموضوع ده صح ولا غلط، بالذات على المشاهير يعني. والله على حسب الموقع اللي بينزل الاشاعه، احنا بنصدقها ومش بنصدقها. بس احنا كجيل، جيلي بالذات دفعتي يعني، فهي بتلفت انتباه اي حاجه بتنزل، سواء بقى حاجه مشهوره احنا بنحبها. هو كده كده السوشيال ميديا يعني بنسبه 99% منها اصلا اي حاجه كذب يعني، مش حقيقه، مش بتوصف الواقع الاساسي اللي بيحصل في الواقع يعني. مفيش حاجه بتحصل في الواقع الا اللي بيحصلها مع ربنا يعني. اي حاجه لازم الواحد يتاكد منها، يشوف الكلام ده فعلا صحيح ولا الكلام ده غلط، ولازم المعلومه تكون من مصدر موثوق. مش كل حاجه الواحد بيشوفها على السوشيال ميديا تكون حقيقه، وممكن تكون صح على حسب. او ممكن بيطلع عليهم اشاعات عشان هم مشهورين، او ده ضريبه النجاح بتاعتهم ان هم لازم يطلع عليهم اشاعات.